Madame Haïdara, je pense que la moitié marocaine, il sait. Madame la présidente, bien sûr, Madame la présidente sait comment on prépare le thé marocain. اليوم كما تعلمون منذ استرجاع المملكة المغربية لمقعدها داخل البرلمان الإفريقي، البرلمانيون المغاربة داخل البرلمان الإفريقي الحمد لله نشيطون جدا بالتنسيق مع البرلمان بمجلسه. وفي هذا الإطار عقد هذا الاجتماع الذي يجمع لجنة النقل والتجارة لمناقشة مشاكل عموما التي تهم التجارة والجمارك، وكذلك تنقل البضائع والأشخاص. فمن المنتظر أن هذا الاجتماع يتوج بتوصيات سوف ترفع إلى الدورة المقبلة بماي بجنوب إفريقيا بالبرلمان الإفريقي للمصادقة عليها. ونحن في المغرب كما تعلمون مؤمنون بالبعد الإفريقي سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لأنه دستورنا يتحدث عن العروق الإفريقية التي تكون المجتمع المغربي، كذلك الرحلات المتعددة التي قام بها جلالة الملك نصره الله لتقوية هذه الأواصر. واليوم نشهد كذلك بجانب كل هذا الحضور القوي للدبلوماسية الأفريقية بالخصوص في الأقاليم الجنوبية في مدينة العيون ومدينة الداخلة بفتح عدد من القنصليات الجديدة. كل هذا يدل على أن هناك حركية وجدية في التعامل وفي الانفتاح على إفريقيا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.